أستاذ عمر البنوبي الناقد الرياضي ببوابة أخبار اليوم، منورنا ومشرفنا النهاردة. حبيبي أمير، أخبارك إيه؟ الحمد لله كله بخير. كله تمام؟ كله تمام. نفتح في كل حاجة نتكلم؟ يلا الملفات كلها اللي قدامنا نتكلم عليها. يلا بينا. نتكلم في الأول طبعا عن فوز النادي الأهلي على نادي الزمالك في ماتش السوبر، وأهمية هذا الانتصار للنادي الأهلي وبالتحديد لمستر رينيه فايلر من وجهة نظرك. يمكن طبعا كانش حد قادر يتوقع سيناريو او شكل او نتيجه مباراه السوبر قبل بدايتها، يمكن الناس ما شافتش، ما كانش حد متوقع طبعا، يعني كانت فرص الزمالك اعلى. مش ما نقدرش نقول فرص الزمالك اعلى، لكن نقدر نقول ان كان في غموض على طريقه اداء فريق النادي الاهلي بعد فوزه على كان سبورت في غينيا الاستوائيه 2-0 في مباراه الذهاب اللي هي لم تزع على الهواء، وبالتالي ما كانش حد شاف اول اختبار رسمي لمستر رينيه فايلر في قيادة النادي الأهلي. المفاجأة الأكبر كانت الأداء ونتيجة الشوط الأول، وكمان التفوق اللي استمر لولا الإصابات. يعني في ناس بسمع وبشوف آراء على سوشيال ميديا في إعلام إنه يقولك في الشوط الثاني تعدل التشكيل الزمالك فالدنيا بانت شوية وقربت. لا، هما ضربتين جزاء ده اولا. كان في فرص للزمالك في الشوط الثاني، لكن اللي نقدر نقول التقييم الموضوعي كمان للاداء وسير المباراه انه الاصابات المفاجاه هي اللي اثرت على اداء النادي الاهلي. لكن في المجمل لما تشوف الضغط العالي اللي اتعمل، وده كان يعني مش هقول جديد، لكن في النهايه طريقه جديده على المجموعه دي من اللاعبين، انه بينفذ ضغط عالي من اول دقيقه، انه بيقدر يستخلص كوره ويضيع فرص كتير جدا. شوف معدل وصول فريق النادي الاهلي لمرمى نادي الزمالك كان عامل ازاي، سواء في الشوط الاول او في الشوط الثاني. يمكن الاصابات كانت مؤثره جدا، لما نقول محمود متولي لعيب هايل، لما نقول برضه نتكلم في ياسر ابراهيم عمل مباراه قويه جدا قبل الاصابه برضه. ففي النهايه دي عناصر كلها مؤثره. اعتقد كمان انه كتبت شهاده ميلاد لفايلر مع جمهور النادي الاهلي اللي كان فيه جزء منه ممكن شويه لسه ما يعرفش المدير الفني الجديد، برضه انه يكون مدير فني سويسري في النادي الاهلي، مدرسه جديده على النادي الاهلي. لكن الحقيقه النتيجه والاداء والفوز بعدد وفير من الاهداف ده ما كانش موجود الفترة اللي فاتت في مباريات الأهلي والزمالك. أعتقد أنه كمان دفعة كبيرة للأهلي للفترة اللي جاية، بداية الدوري عنده أكتر من تحدي هيكمل فيه بطولة أفريقيا. فأعتقد أنه لا، يعني ده كانت أفضل نتيجة إيجابية ممكن يعملها النادي الأهلي أنك تبدأ مع فايلر ببطولة. ده شيء أكيد إيجابي. في المقابل إحنا مقبلين على مباراة أيضا غدا غاية في الأهمية أمام سموحة. كيف يتعامل النادي الأهلي في هذه المباراة خصوصا بعد نشوة الانتصار بالسوبر؟ يعني انا ما اعتقدش ان نشوه الانتصار دي الاهلي بيعرفها. يعني دايما على مدار التاريخ كله النادي الاهلي لما بيكسب بطوله، وحتى لو بطوله صعبه، بتتنسي تاني يوم الصبح. تلاقي اللعيبه في التدريب، الجهاز الفني، الاداره، كله في تركيز على انه في تحديات جديده وفي ملفات مفتوحه لابد انه يتم انجازها على اكمل وجه، وهو ده النهج بتاع النادي الاهلي طوال تاريخه. فاعتقد انه المباراه مش هتكون سهله برضو. الاهلي بيبدا الدوري، اول مباراه في الدوري، واخد بطوله السوبر بتفوق على الزمالك. يعني كمان سموحه معاه كابتن حسام حسن ومدير فني كبير بقاله فتره، بنتكلم في دلوقتي 11 سنه في الدوري الممتاز، بيدرب فرق كبيره، عمل نتائج كبيره. فاعتقد انه التحدي هيكون قوي في بدايه الدوري. اللي نقدر نتكلم فيه كمان انه في يعني فرق التوقيت ما بين الماتشين قليل برضه. يعني انا لعبت السوبر ويومين وهلاعب سموحه في الدوري، وده مش سهل، لانه كمان الاهلي قبلها لعب في افريقيا، كان بره وفي غينيا الاستوائيه، ورحله بترانزيت من غينيا الاستوائيه للكاميرون لاديس ابابا في اثيوبيا علشان يرجع القاهره. فطبعا ده تحدي قدام الجهاز الفني انه يبتدي مرحله الاستشفاء للعيبه بشكل يناسب ضغط الجدول في اول مباراه في الدوري. كويس، ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه الغد عشان يواصل انطلاقته القويه لموسم جديد. انطلاقه مناسبه اعتقد طبعا، مناسبه. يعني انا كمان شايف انه حاله الجدل حول تعيين فايلر مديرا فنيا للنادي الاهلي مستحقه، ما فيهاش مشكله. الجمهور من حقه يقلق، لكن لما بيشوف الاداء على ارض الواقع بتشوف رد فعل الجمهور كان عامل ازاي. يعني فرحه جمهور النادي الاهلي باداء الفريق قدام الزمالك والاهداف اللي احرزت والاداء القوي اللي يمكن غاب شويه في بعض الفترات، لكن دفعه كبيره. فايلر خلاص يعني اكتسب ثقه جمهور النادي الاهلي، هو ده كان الاهم. لو جبت مين مدرب لكن الجمهور مش واثق فيه بتبقى مشكله.
لكنه دايما الجمهور الاهلي واثق في النادي الاهلي. ده الاساس بالزبط. لما كمان بيشوف تجربه شابه، مدرب شاب 45 سنه، يعني اعتقد برضو المدرسه نفسها جديده، تركيزه الشديد في التفاصيل، ويمكن كان يعني سالت على طول بعد اول تمرين بعض العناصر جوه فريق الكوره، اكدوا انه لا الراجل ده اللي انا كنت عايز اكلمك فيه تماما. مش عايز اقيم مستر بايلر على قد ما عايز اقرا افكاره كانت ازاي من خلال متابعتك بالتحديد لمباراه الزمالك اللي الكل شافها. لا مباراه الزمالك بتقول ان الراجل ده مش بيخاف، خصوصا في وجود جمهور. طبعا وجود جمهور، بتلعب الزمالك، الزمالك بطل الكاس، معاه مدرب جديد، ومدرب المفروض انه خبير بالكره الافريقيه بشكل كبير جدا، لانه ميتشو من 2001 تقريبا بيشتغل في افريقيا. انه تخوض المباراه وانت مش خايف، ده فارق كتير كمان مع جمهور الاهلي. انه الفتره اللي فاتت كان لاسارتي كان عنده نوع من الخوف والتحفظ في بعض المباريات، خصوصا لو مباريات خارجيه، انك بتكسب بره. صحيح الناس ما كانتش شافت الا امبارح على قناه النادي الاهلي لما اتذاعت المباراه، لكن في النهايه شافت انه الاهلي كسب بره حتى لو المنافس مش قوي. لكن على فكره معظم يعني مباريات افريقيا ممكن يبقى منافس ضعيف جدا وتلاقي مفاجاه، وحصلت كتير، وحصلت مع الزمالك نفسه. كسبنا خمسه هنا وخسرنا هناك واحد من فريق تنزانيا اعتقد، في تنزانيا، وقبل كده مع بيترو اتلتيكو، رغم ان بيترو اتلتيكو مش الفريق الفظيع، لكن برضه كانت المباراه سجال، وكان ده في وقت مانويل جوزيه كمان، وبرضه مانويل جوزيه كان لسه جاي النادي الاهلي وفاز هناك 3-2 على ما اتذكر، فاز 3-1 وكان ساعتها فلافيو جيلبرتو لسه في بيترو اتلتيكو، ويمكن قدوا هم الاثنين مباراه قويه جدا. كان عندنا احنا ايفيلينو، كان عندنا ساندي، ايفيلينو وساندي جاب جون ساندي في المباراه، ساندي ويمكن ساندي على فكره من الناس اللي بتحب النادي الاهلي لحد النهارده. ايفيلينو يعني اعتقد كان معانا ولا كان بيترو؟ ايفيلينو جه في نفس التوقيت تقريبا، لكن ما كملش لانه اصيب بمرض السل وما كملش في الكوره في الوقت ده، بس اعتقد كان لسه في بيترو اتلتيكو، ما كانش جه الاهلي اعتقد يعني، لكن في العموم لا كان جه، لانه ده لان ايفيلينو كمان صح ما كانش جه تمام. فانا شايف انه هو جه بعد البطوله دي. البدايه لفايلر قويه، فكره انه كمان يبتدي بقى ان شاء الله بفوز ايجابي وفوز ونتيجه ايجابيه قدام سموحه، يبتدي الدوري وهو معاه 3 نقط، ده الاهم. الاهلي دايما تركيزه في الدوري بيكون اعلى، لانه هي البطوله المحببه لجمهور النادي الاهلي، ودايما بتفرق مع الفرق. مين عجبك من لعيبه النادي الاهلي في السوبر اللي فاجئك؟ انا مش شايف ان في مفاجات، لكن في عوده للمسار الطبيعي او عوده للمستويات الطبيعيه. يعني جونيور اجاي ده مستواه الطبيعي بالظبط، يعني من اول يوم دخل فيه النادي الاهلي وهو بيؤدي بشكل قوي جدا. يمكن شويه بعد الاصابه رجع بقى احسن، وبعد كده مستواه نزل شويه، لكن دلوقتي انت بتشوفه في مباراه هو ما كانش حد متوقع انه يلعب، هو نجم اللقاء. باقي لعيبه النادي الاهلي بلا استثناء كانوا في قمه مستواهم. عمرو السوليه مستواه بيتطور يعني موسم عن التاني، فعلا فارق كتير جدا، فارق كتير جدا. خط وسط النادي الاهلي كان دايما بيشكل ازمه في السنتين اللي فاتوا، لكن لانه برضو مش بقول ان مستويات فنيه قليله قد ما هو في اصابات، دايما تلاقي في اصابه، في غياب للعيب مميز، في غياب للعيب مهم. حمدي فتحي لما اصيب اول ما جه هو كان في اعلى مستوياته، برضو دلوقتي بيرجع وبيأدي بشكل قوي جدا طبعا. فانا مش شايف انه في لعيب فيهم نقدر نقول عليه مفاجاه. المفاجاه دي تتقال لو لعب بلعب مثلا من الناشئين وكسر الدنيا فنقول في مفاجاه، لكن فعليا مفاجاه من حيث الاداء، الاداء كل اللعيبه الحقيقه كانت على مستوى اسم النادي الاهلي كويس. ومستوى التحدي نفسه، انه انا بلعب بطوله ومع نادي الزمالك، يعني بلعب على بطوله ومع نادي الزمالك، مش اي لعيب بيستوعب ده طبعا، لازم شخصيه معينه في الحقيقه. لكن في كل الاحوال هل تتوقع ان في تغييرات في تشكيل مباراه السموحه غدا؟ اعتقد انه اكيد بحكم الاصابات ده طبيعي، لكن في نفس الوقت اعتقد كمان انه فايلر يعني هياخد وقته شويه اللي مش هيبقى كتير في تثبيت التشكيل. وفايلر لو راجعنا مسيرته مع اندرلخت، وهو لما تيجي تقارن دايما قارن مثلا الاهلي مع اندرلخت، لانه اندرلخت اكبر فرقه في بلجيكا، الفرقه اللي بتدور على بطوله عندها ضغوط جماهيريه طبعا، فهو ده اللي اقدر اقيس عليه فايلر. فايلر قدر انه طول الموسم بيستخدم جميع اللعيبه، بيطور لعيبه معينه، مفيش حاجه اسمها لعيب هيقعد على الدكه او بره طول الوقت، مفيش الكلام ده. فاعتقد انه ده ميزه كبيره جدا. كمان هو الحقيقه مركز في التفاصيل قوي، وتحليل الاداء بالنسبه له عنصر مهم كويس. وده من سمات اي مدرب متطور على مستوى العالم، انه يشوف تحليل الاداء، يتابع، يعرف اللعيب ده اخطاه فين وده اخطاه فين، ويبتدي يشتغل عليها ويصححها، هو ده الاهم. انا بسالك على تغييرات في التشكيل الاهلي في مباراه سموحه ليه؟ لان في مباراه كانو سبورت اللي جابوا جونين للنادي الاهلي صلاح محسن ووليد سليمان، مباراه الزمالك ما لعبوش اصلا، ف
فالواضح ان هو بيذاكر كويس جدا فرقته واحتياجات المباراه اللي هيلعبها بالظبط، والعناصر الجاهزه كمان جاهزيه اللعيبه يعني. لا وليد سليمان مش كنت تتوقع ان اجاي يلعب بالظبط، ده كان مفاجاه للجميع طبعا. لكن لما نقول وليد سليمان، وليد سليمان من افضل لعيبه مصر لحد النهارده، أكيد لكن أكيد. في النهايه المعدل البدني ممكن في وقت من الاوقات لو هو فايلر مثلا بيحس انه قل شويه، فهو عارف انه هيستعين بيه امتى، وتوقيته في المباراه امتى، ممكن ما يبداش، ممكن ينزل شوط تاني، ممكن يبدا بيه وبعد كده يبدله. يعني دايما دي حسابات المدير الفني بس هو اللي بيكون شايفها. هو اللي شايف اللعيب في التمرين شكله ايه، هو اللي شايف اللعيب بعد رحله مثلا طويله يقدر يلعب ماتش 90 دقيقه من بدايته ولا لا. الحاجات دي كلها عند المدير الفني. لكن الفكره نفسها زي ما انت قلت انه في ماتش كان سبورت عمل تبديلين جابوا هدفين بالظبط، رغم انه كان مضيع فرص كتير قبلها. مثلا احمد الشيخ كان موجود في مباراه كان سبورت ما لعبش ماتش الزمالك، لكن في النهايه الراجل يعني نقدر نقول عليها ابدى حسن النوايا مع جميع اللاعبين، وده الاهم، ده مهم جدا وده الاهم. في لعيبه دايما لما بيلاقي مدير فني جاي جديد يقول ايه ده فلان هيقول له عليا حاجه مش هيلعبني. لا انت لقيت الراجل بيتعامل مع جميع اللاعبين سواسيه من اول يوم، وعلى حسب احتياجاته الفنيه بيشرك اللاعبين. هو ده المفتاح بتاع شخصيه فايلر، انه ما بيسمعش من رافض حد. هو رافض ده تماما، إنه هو يسمع بعيد اي حاجه رافض ده كده. كمان هو الفكره نفسها، هو ما ينفعش مدير فني صح. يكون انطباعات تمام عن لعيبه من مجرد انه بيسمع. طبيعي هيسمع لجهازه المعاون بالكامل. كمان معاه مدرب يعني سامي قمصان، كابتن سامي قمصان ده مش بس واحد من ولاد النادي الاهلي ولاعيب في النادي الاهلي، وقدر يشتغل مدير فني مع حرس الحدود ويصعد بيهم من ممتاز به للدوري الممتاز، ويشتغل مع النادي الاهلي في الثلاث سنين اللي فاتوا بشكل فيه اخلاص كبير جدا. واعتقد بان من المباراه انه كمان فايلر مدي المساحه المنطقيه لكل عنصر في جهازه المعاون، انه بيسمع بيشوف بيعرف اراء، مركز قوي في المباراه. الحاجات دي بتبان. ممكن واحد يقول لك انتوا بتقولوا اي كلام عشان المدرب، فبتقولوا من اول ماتش ان انتوا شفتوه فيه ده التقييم مش هيبقى دلوقتي، بس احنا بنقول المعطيات هو التقييم مش دلوقتي إيه؟ لكن انت بتبقى شايف بعينك بالظبط. في مدرب بيجي اجنبي يسيب الجهاز المعاون كله باللي جايبهم باللي هو جه لقاهم وبيشتغل من دماغه طول الوقت، ده مش دايما بينجح. في مدرب في وقت من الاوقات لازم هو ياخد قرار لوحده في وقت من المباراه، ده طبيعي. مانويل جوزيه كان في بعض الاحيان يسمع للناس كلها وياخد قرار مخالف، لان هو لا يتحمل مسؤوليته صح في النهايه صح. تمام. فالقصه نفسها انه انت امام تجربه شايف ان بدايتها جت مميزه جدا تمام، ولولا الظروف كانت النتيجه ممكن تفرق كتير جدا. يعني كان ممكن نتيجه مباراه الزمالك لولا الاصابات. ممكن واحد يقول لك طب ما الزمالك اتصاب من عنده محمد عبد الغني في اول المباراه. بس خليني اقول لك حاجه، الفكره نفسها انه الزمالك لو فنيا كمان لو فنيا الزمالك بدأ المباراه غلط اصلا بالعناصر اللي عنده. المدير الفني بتاعه ما كانش موفق ابدا في اداره المباراه. النجاح عند فايلر انه قدر يحط تشكيل فاجئ بيه الناس كلها، وتعامل مع الاصابات كمان في وقت المباراه، ووقف على رجله لحد صفاره الحكم فعلا. هو ده اللي بيفرق. واعتقد كمان انه لا، شخصيه البطل دايما عند النادي الاهلي ما فيهاش فصال. ولذلك بقول لك في لعيبه معينه ممكن ما تبقاش مستوعبه فكره ان انا بلعب مع الزمالك النهارده لو كسبت اخد بطوله. لكن ده كان موجود في كل لعيبه الاهلي في المباراه دي. الف مبروك طبعا للنادي الاهلي هذا الفوز بهذه البطوله، والقادم هو الاهم. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نتكلم في تفاصيل كثيره جدا في الاخبار المحليه والعالميه مع الاستاذ عمر البنوبي. استنونا بعد فاصل. نكمل بالاخبار بقى ايه المحليه. تمام الدوري المصري رايك ايه في المباريات اللي اتلعبت لحد دلوقتي، وهل الانطلاقه مناسبه للبطوله هتكون فنيا عاليه للدوري المصري هذا الموسم؟ اعتقد ان المستوى الفني للدوري السنه دي هيكون عالي وهيكون عالي بشكل كمان مختلف عن السنوات اللي قبل كده. معظم الفرق ريحت لو استثنينا الاهلي والزمالك، حتى بيراميدز فريق مريح برضو، يعني هو مباراه واحده اللي لعبها في بطوله افريقيا الكونفدراليه. المصري عنده ثبات في المستوى بس في النهايه برضو مش الاجهاد اللي زي النادي الاهلي مثلا، يعني عمره ما هيبقى زي اجهاد النادي الاهلي. فاعتقد انه لا، المستوى هيكون عالي، اللعيبه الكواليتي سنه عن سنه بيكون اعلى. اعتقد كمان انه لو شفنا النتائج امبارح كلها غير متوقعه، يعني مثلا المقاولين مع طلائع الجيش 1-0، ومباراه كانت صعبه جدا
ومقاولين قدر يوصل ل يعني لمرمى طلائع الجيش اكتر من فرصه، برضو نفس الكلام في طلائع الجيش. محمد طلعت ضيع جونين، مش كورتين بس يعني جونين. اعتقد كمان انه لو شفنا الجونه والاسماعيلي نتيجه مفاجاه جدا، مفاجاه على ملعب الجونه بالمجموعه اللعيبه دي، ملعب الجونه صعب كمان. فهي طبعا مفاجاه، لانه كمان الاسماعيلي مش في احسن حالاته لحد النهارده فعلا، حتى مع ان هو السنه دي في عناصر كويسه، مدرب خبير وكبير ميدراج ياسيتش، لكن اعتقد انه برضو الاسماعيلي مش احسن حاجه للدرويش يعني. نفس الكلام بيراميدز وانبي، هي مفاجاه الانبي، يعني انه انبي بعد الاستقرار الفني الكبير وجود علي ماهر من السنه اللي فاتت والازمه الفنيه اللي كانت موجوده عندهم، استفهام في الحقيقه، انه يتغلب اربعه دي مفاجاه. يعني معنى كده ان اللعيبه ما اتحضرتش كمان ذهنيا كويس. يعني دايما علي ماهر الناس بتتكلم عليه ان هو من المدربين الواعدين واللي يستحق فرصه كبيره و و و، لكن في النهايه فرصه كبيره لحد دلوقتي كابتن علي ماهر مع انبي في الحقيقه. يعني كمان الصبر عليه السنه اللي فاتت في النتائج السيئه اللي كانت موجوده، ومهدد بالهبوط لحد اخر اسبوع تقريبا. فاعتقد كمان انه لا، انك تتغلب اربعه في اول ماتش صعبه شويه، يعني طيب محتاجه مراجعه شويه. نستشف ايه من نتائج النهارده؟ نتائج النهارده حتى الان اتلعب مباراه الساعه 3 العصر من اسوان والمقصه، 3-2 للمقصه والانتاج، واف سي مصر 3-0 للانتاج وفي الدقيقه 84، ووادي دجله وطنطا في الدقيقه 87 0-0 حتى الان. هل نقدر نستشف امور من هذه النتائج؟ اعتقد انه وادي دجله في حته لوحده، وادي دجله بينفذ نفس السياسه اللي بدا بيها السنه اللي فاتت مع تاكيس جونياس مدرب اليوناني. تعاقداته كمان مش زي التعاقدات العاديه بتاعت الانديه في مصر، اي لعيب كويس بيجيبه، لا هو بيجيب اللعيب اللي يقدر ينفذ الطريقه بتاعته. يعني حتى هو جدد لمحمد عبد المنصف رغم انه تخطى ال 40، لانه هو شايف ان هو بيقدر ينفذ طريقته لحد النهارده. اعتقد انه النتيجه يعني منطقيه، التعادل السلبي حتى الآن، لأنه كمان تاكيس جونياس من المدربين اللي له فلسفة في بداية الموسم ما بيرفعش الحمل التدريبي البدني، بيرفعش بدني أبدا في أول الموسم، يبتدي يرفع بدني بالظبط، عملها السنة اللي فاتت. بيرفع بدني إمتى؟ بعد نهاية الدور الأول. مع نهاية الدور الأول يبتدي يرفع الحمل البدني، فيبدأ الدور الثاني وهو في أعلى معدل لياقة بدنية. ده كمان على حسب طموح فرقته بالظبط، الأهداف اللي هو عايزها. هو ماسك فرقة قمة هيبقى الاستراتيجية مختلفة طبعا. لا هو طبيعي كمان إن هو وادي دجلة استراتيجيته يعني ما يفكرش دلوقتي انه ياخد بطوله. طبعا لا، هو يفكر انه يطور مستوى اللعيبه اللي عنده، وانه يقعد في الدوري في مركز كويس زي ما حصل السنه اللي فاتت، علشان هو بيستثمر ده بعد كده. لو اتكلمنا عن نتيجه اف سي مصر مع الانتاج الحربي، طنطا جاب هدف، مع وادي دجله، فده طبيعي. نفس بدايه السنه اللي فاتت على فكره، لو رجعنا لبدايه تاكيس السنه اللي فاتت هي نفس البدايه تقريبا برضه. طيب الانتاج الحربي اف سي مصر، هل ده ينبئ بشيء ما لاف سي مصر؟ 3-0 نتيجه كبيره جدا. بيقول ان اف سي مصر كان واخد اكتر من حجمه اعلاميا شويه بعد صعوده، الناس اتكلمت عن انه تجربه فظيعه ده مش واضح، مش واضح في تعاقدات اللعيبه حتى. يعني اسماء اللعيبه نفسها اللي هو تقدر تقول عليهم رديف بعض الانديه اللي كانت في الممتاز، لكن مش دي اللعيبه اللي تقدر تشيل فريق لنهايه الموسم. قد يتغير الوضع في يناير حسب سياسه النادي. انتاج الحربي فرقه مستقره اصلا من السنه اللي فاتت، فده طبيعي بالظبط. طيب اسوان ومصر المقصه 3-0 لمصر، 3-2 لمصر المقصه هناك في اسوان. يعني شايف نتيجه كويسه لاسوان كمان، مش وحشه. ليه بقى؟ اسوان معاها مدرب شاب مجدي عبد العاطي، قدروا يصعد بيهم للدرجه الثانيه، تقدموا 2-1 وبعد كده خسروا 3-2. لكن لو قارنا الاسماء بالاسماء، الميزانيه بالميزانيه، اعتقد الموضوع صعب جدا. اسوان يعني صعد للدوري الممتاز باقل امكانيات، وبيكمل في الدوري الممتاز دلوقتي باقل امكانيات. فاعتقد انه برضو انه يجاري المقصه في اول مباراه في الموسم حاجه ايجابيه، انه عنده حاجه كمان يقدمها بعد كده. طيب النهارده لسه في كمان الساعه 8 ماتش المصري وحرس الحدود، توقعاتك لايه بعد استمرار كابتن ايهاب جلال؟ اعتقد انه المصري معاه مدرب كويس، يعني طموحه ان هو حتى يحافظ على المركز الرابع اللي كان فيه السنه اللي فاتت. طيب سريعا عايز اخد تعليقك على الجهاز الفني لمنتخب مصر اللي بصدد الاعلان عنه، بعد طبعا الاعلان بشكل رسمي على كابتن حسام بدري، لكن التشكيل بقى رايك فيه ايه؟ اللي سامعينه كلنا وكلنا عرفنا، كابتن محمد بركات مدير منتخب، طارق مصطفى مدرب، واحمد ايوب مدرب، وسيد معوض مدرب مساعد، وايمن طاهر مدرب حارس مرمى. يعني انا فكره اختيار كابتن حسام البدري، اعتقد ان هو ما كانش مرتبط بنادي طول الفتره اللي فاتت، بعد عن العمل الفني سنه تقريبا او اكتر، فهو في النهايه مدرب صاحب انجازات مع النادي الاهلي، قدر انه يفوز ببطوله افريقيا، اشتغل فتره طويله مساعد مع مدربين اجانب كبار، بدايه من تونيو اوليفيرا ثم مانويل جوزيه، اشتغل مدير فني بشكل منفرد، حقق نتائج ايجابيه، لكن لانه كان في النادي الاهلي، مدرسه النادي الاهلي طول عمرها مدرسه تدريبيه قدمت مدربين كبار سواء للمنتخب او لباقي الانديه حتى في مصر. ف
اختيار برضو منطقي يعني الى حد ما بعد اعتذار ايهاب جلال وفشل يعني تخليص نفسه من النادي المصري، لان هو الموضوع كله كان في اطار العقود واللوائح بتاعه الكوره، ان هو عنده منحه تعاقد، لا هي شرط جزائي، قصه كده كانت ايه اعاقه ان هو يكون موجود. يعني ده السبب الى حد كبير، لانه هل المبلغ برضو المطلوب كان ضخم مقارنه بواقع الامور يعني. طب هل كابتن حسام البدري جه عشان الكابتن ايهاب جلال اعتذر، ولا هو كان في اصرار على ان الكابتن حسام البدري يجي حتى لو الفتره الاخيره اسمه ما كانش متداول شويه؟ هو يعني هو في النهايه اسمه ما كانش مطروح في المراحل الاخيره من المفاوضات، لانه كان موجود في الترشيحات من الاول، وده اعلنه الاستاذ عمرو الجنايني. لكن في النهايه كانت المفاضله ما بين ايهاب جلال وحسام حسن، وكابتن حسن شحاته رفض فكره انه يتم مقارنته بحد وعنده حق طبعا. لانه لما تتكلم عن تدريب منتخب مصر ما ينفعش انه يتقارن حسن شحاته باي اسم تاني. بس عمر انا عندي في الحته دي تعليق يعني. دايما طبيعي ان انت لو تجيب مدير فني جديد للمنتخب او للنادي بيبقى عندك سيفات كبيره جدا لاسماء مدربين، وسيفات بتبقى معقوله متوسطه، وبتقارن في الاخر بتختار. ايه المشكله لما كابتن حسن شحاته يبقى اسمه موجود يعني، مع الاعتراف الكامل بتاريخه طبعا. يعني انا هقول لك حاجه، في فتره من الفترات كان الاهلي تعاقد مع مستر مارتن يول، وهو اسمه ما هو يعني اسمه على مستوى التدريب على مستوى العالم اسم كبير جدا طبعا. ورشح لتدريب اكبر الانديه على مستوى العالم ومنتخب هولندا اكتر من 3-4 مرات. في الوقت ده كنت اجريت حوار صحفي مع مستر مانويل جوزي، فقال لي نصا كده، قال لي لما يكون في مرشحين لتدريب النادي الاهلي ما ينفعش مانويل جوزي يتحط ضمن ترشيحات. دي كانت كلمه على فكره. لما قعدت بقى انا يعني جاي لك في الكلام في النقطه دي، انه لما قعدت مع مستر مارتن يول وهو صديق مقرب ليا جدا ويعتبر الاب الروحي ليا في كره القدم يعني، فبحكي له عن ده، فقال لي رد مقنع جدا، قال لي عمر هو كلامه صح، قال لي لما يكون هو محقق كل الانجازات دي مع النادي الاهلي فطبيعي انه لما يتم ترشيحه يعني يبقى هو بره المقارنه. منطقي دي يعني. دي مش حاجه تعيب باقي المدربين، ولا حاجه تقول ان كابتن حسن شحاته مغرور. لكن في النهايه اذا كان كابتن حسن شحاته بداوا مفاوضات معاه ثم قفلوها علشان يجيبوا مدرب تاني، فهي دي اللي يبقى منتقده شويه. لكن ده ما حصلش يعني. انا ما اعتقدش ان هم اعلنوا انه ضمن المرشحين، لكن ما اعتقدش ان تم التفاوض معاه من قبل اللجنه الخماسيه. وبالتالي هو ما فيهاش مشكله في التوصيف او في الكلمه نفسها، لانه اكيد كل واحد بيبقى معتز بانجازاته، وده حقه، وزي ما كابتن حسام البدري معتز بان هو قدر يحقق بطولات مع النادي الاهلي، وده حقه في النهايه. لكن التشكيل الجهاز نفسه بقى المعاون، بنشوف طرح اسم كابتن محمد بركات بعد فتره من الغياب عن المجال، يمكن كان بيفضل انه يشتغل في الاعلام الفتره اللي اشتغلها، لكن انه يكون موجود مدير منتخب هو اسم لا خلاف عليه اكيد عند اي حد، عند اي حد حتى من جمهور الكوره يعني. جمهور الكوره اهلي زمالك اسماعيلي، بركات له مكانه عند كل جمهور الكوره. خطوه لاعاده التوازن لدكه منتخب مصر كمان، لانه محمد بركات زي ما هو اسم معليوش خلاف، ممكن تلاقي حسام البدري كاسم عليه خلاف من بعض الجمهور اللي زعلان منه في النادي الاهلي، بعض الجمهور اللي زعلان منه في نادي الزمالك. انت عارف الجمهور وطريقه تفكير الجمهور ده طبيعي. فبالتالي وجود حد زي محمد بركات بيعمل توازن كبير جدا. طارق مصطفى راجل اشتغل مدير فني قبل كده، يعني جهاز اهلي زمالك في توازن شويه، اتمنى لهم التوفيق. اهميه تواجد هذا التوازن، ولا كان ممكن المدير الفني يختار براحته يعني؟ لا، مش مساله المدير الفني يختار براحته، او انه انا بشوف مين اللي بيختارها، سواء اللجنه الخماسيه او المدير الفني الموجود. لكن يا امير انا نفسي نوصل لمرحله ان قلتها قبل كده كذا مره في الميديا، انه يا جماعه يبقى عندنا تكنيكال دايركتور لاتحاد الكوره بيبقى عنده رؤيه لخمس سنين او 10 سنين، وعلى اساسها يتم اختيار الاجهزه الفنيه بعيدا عن الاسماء. يعني في وقت انا فاكر كويس ان كابتن فتحي نصير لما كان مدير فني لاتحاد الكوره عرض تشكيل اجهزه فنيه لمنتخب الشباب، ده جهاز وده جهاز. الاجهزه ما كانش معقب بعض فعلا، لكن هو بيختار على اساس كل واحد امكانياته هتناسب خطه المرحله دي ولا لا. يعني انا فاكر كان عامل جهاز فيه كابتن محمد عمر، في كابتن وليد صلاح الدين، في كابتن هيثم فاروق، اسماء مش مساله توازن قد ما هي هو شايف ان الاسماء دي تنفع في المرحله دي لتنفيذ الرؤيه اللي انا طارحها لمده سنه او لمده 5 سنين مثلا. انا نفسي نوصل للمرحله دي بغض النظر عن الاسماء والاختيارات. في النهايه الجهاز الفني لمنتخب مصر بنتمنى له كل التوفيق لما يتم اعلان تشكيله بشكل رسمي يوم الخميس اللي جاي، كلنا نقف وراه وكلنا هندعمه طبعا. وده الطبيعي أكيد. لكن برضو اتمنى ان احنا نوصل بمرحله متطوره في اداره كره القدم، ان يبقى اختياراتنا مبنيه على اساس علمي. طيب معايا 6 دقائق او 5 دقائق، عايز اتكلم بقى على الكره العالميه، وبتحديد النهارده مباراه في الدوري الانجليزي، مباراه تشيلسي وليفربول لسه خلصانه دلوقتي. فوز ليفربول بنتيجه 2-1 على تشيلسي في الستامفورد بريدج،
المباراه كانت قويه جدا صلاح عمل اسيست الهدف الاول وفيرمينيو جاب الهدف الثاني. الهدف الاول كان لترينت الكسندر ارنولد. تعليقك وبالمناسبه هيبقى ده ثاني موسم على التوالي ليفربول تفوز في 6 مباريات متتاليه مع البدايه، ما حصلتش قبل كده. اعتقد ان ليفربول بيعيش مرحله تحول ل يعني وجود جيل هيذكروا تاريخ النادي ده لسنوات طويله، لانه يعني لو شفنا الاجيال القديمه، الجيل مثلا اللي كان فيه كان دالجلش، اللي كان فيه يعني اعتقد اسامي ديفيد فيركلوف مثلا كان بديل السوبر، كان بينزل وصلهم لحد نهائي دوري ابطال اوروبا، وكان يعني حتى اتعمل عنه كتاب في الوقت ده. اعتقد ان الجيل اللي موجود دلوقتي هو زيه. محمد صلاح النهارده الحقيقه ادى اداء قوي جدا، ما سجلش، انا شفت الاسيست اللي عمله في الجون الاول حاجه عبقريه، حاجه كده نايم كابتن الجوهري الله يرحمه في الضربه الحره المباشره اللي اتلعبت مباشره في المرمى يعني من ارنولد، كانت هايله. اعتقد كمان انه فيرمينو الارتقاء بالهيد اللي عمله في وسط كل مدافعي تشيلسي حاجه بصراحه. اداء عارف اللعيبه اللي هي التوب كلاس، هم دول اللعيبه التوب كلاس. لكن السنتين اللي فاتوا يعني ليفربول ما كنتش تقدر تتوقع انه يوصل للمرحله دي من الثبات في المستوى. يورجن كلوب افضل تجربه له هي تجربه ليفربول بلا يعني اي مقارنه مع تجربه دورتموند اللي هي عملت اسم يورجن كلوب. لكن لا، وجوده في ليفربول وتحقيق دوري ابطال اوروبا والسوبر الاوروبي، منافسه على الدوري لاخر دقيقه، اعتقد انه يعني الفتره الجايه هيكون في كمان يعني ليفربول بشكل مختلف عن اللي شفناه في اخر 15 سنه. النهارده ارسنال كمان فازت على استون فيلا 3-2، مباراه كانت قويه جدا. تريزيجيه شارك وخرج في الدقيقه اعتقد حاجه و60، والمباراه انتهت بفوز ارسنال 3-2 بعد ما اتطرد من ارسنال كمان نيلز. مباراه كانت صعبه وفوز اكيد مهم لارسنال. يعني اعتقد انه ارسنال في مرحله تراجع برضه، يعني حتى مع النتيجه بتاعت النهارده استون فيلا لسه صاعد من الشامبيونشيب، لكن ارسنال كمان مع اوناي امري، اعتقد ان اوناي امري مش هيكمل الموسم، مش يعني هيكمل. كانت الطموحات كبيره قوي عند اداره ارسنال وجمهوره فيما يخص اوناي امري وجوده كمدير فني، لكن في النهايه برضه مش حاسس ان هو ايه هيكمل مشواره. لكن استون فيلا تجربه انا اتمنى انها تستمر بصراحه. نتمنى اكيد. عايز اروح الدوري الاسباني سريعا بالتحديد فيما يتعلق ببرشلونه، هزمته امبارح من غرناطه 2-0. فالفيردي مكمل؟ اعتقد انه فالفيردي لو ما كانش مكمل كان مشي بعد الماتش. بالظبط. طب الاسباب ايه؟ الاسباب انه حسابات اختيار المدير الفني في برشلونه دايما مختلفه، لانه بيتدخل فيها وجود ميسي في الفريق، حاله اللعيبه الكبار نفسهم متفقين على ايه، هم عندهم رضا تام عن فالفيردي، وده واضح من اول يوم هو جه فيه انه لعيبه برشلونه الكبار ميسي بقيه اللعيبه اللي موجوده شايفه انه فالفيردي هو المناسب. لكن اعتقد انه النتائج السلبيه دي هتعمل هزه السنه دي، واعتقد انه البديل بيتجهز. عايز اسالك سريعا عن بعض محترفينا في الخارج. عمرو ورد يمكن النهارده شارك للمره الثانيه على التوالي مع لارسا، وانضم لارسا. بالمناسبه لارسا ده نفس الفريق اللي كان بيلعب فيه باسم مرسي وما كملش معاه، رجع مصر. عمرو ورده الماتش الاول خسر 1-0، الماتش ده لعب الماتش بالكامل ويعني كسبه 3-0، نتيجه كويسه قدام اكاثانسي، فرقه كويسه برده. لكن الحقيقه يعني باسم مرسي رجع لانه رئيس نادي لارسا اليكسيس كوجيوس من الشخصيات المثيره للجدل والصعبه جدا في اليونان. بيتدخل في التشكيل، بيحط التشكيل، بيمشي 3-4 مدربين في السنه، ممكن يحتد على لعيبه بطريقه مش كويسه، فاعتقد انه يعني مش افضل اختيار لعمرو ورده، لكن نتمنى له التوفيق. لكن هو بره حسابات المنتخب، بره حسابات باوك كمان بالمناسبه، كمان باوك مش عايزين، باوك مش عايزه. هو بس باوك اضطر انه يعيره السنه دي لانه عقده هينتهي، كان عقده هينتهي وهو عايزين فيه فلوس. مشكلته الاخيره مع المنتخب ليها اثر سواء هناك في اليونان او مع كابتن حسام بدري هنا. بالتاكيد. يعني استبعاد محمدي واستبعاد عمرو ورده هو قرار انضباطي في الاول وفي الاخر، انضباطي كمان فنيا. طبيعي ان عمرو ورده ما يبقاش موجود، لكن اللي مش طبيعي ان محمدي ما يبقاش موجود. لكن في النهايه واضح انه في قرار انضباطي، في اعاده هيكله لطريقه الاختيار في المنتخب. ما فيش وكيل لعيبه تاني هيتحكم في اختيارات قائمه منتخب مصر من الاخر كده، هو جابها من الاخر عمرو. طيب فيما يتعلق بالنني، البدايه بتاعته سيئه بسبب الطرد وكافؤه 3 مباريات. اعتقد ان النني محتاج يراجع حساباته كتير جدا حتى بعد ما انتقل لبشكتاش، مش بس لانه اتطرد في اول مباراه، لكن لانه نني طريقه تفكيره في اداره موهبته واداره انتقالاته مش احسن حاجه ومش صح. نتمنى لكل محترفينا في الخارج كل التوفيق، ولمنتخب مصر باذن الله كل التوفيق خلال المرحله اللي جايه، وكمان للنادي الاهلي التوفيق
ان شاء الله يكون حليف الفريق غدا في مباراه سموحه. يا عمر انا دايما بستمتع لما تبقى معايا في الحقيقه، ده شرف ليا. الوقت ما بيسعفناش، بيبقى عايزين كام في حاجات كتير قوي. الحقيقه انا ببقى في يعني شرف ليا ان انا اكون موجود على شاشه قناه النادي الاهلي، ده بيتنا الكبير، واي حد اسمه يكون جنب اسم النادي الاهلي وجنب شعار النادي الاهلي دي حاجه مش قليله. اكيد فخر لاي حد. بكل تاكيد بشكرك، شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا حبيبي. شكرا. بكره ان شاء الله احنا هنكون اجازه بسبب مباراه الاهلي، هتكون في تمام الساعه 5:30 عصرا في استاد الجيش وبرج العرب. ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه، تكون انطلاقه قويه في بطوله الدوري. هنعود بعد غد ان شاء الله في نفس التوقيت الساعه 6 مساء وحلقه جديده من كلام في الميديا، انتظرونا وان شاء الله باذن الله نكون فرحانين ايضا بفوز النادي الاهلي في هذه المباراه. دي كانت حلقتنا النهارده، الى اللقاء.